يلا عمينا حط يسر يلا يسر الله يرضى عليك لا تعوقها ها ان شاء الله نختك بالافراح يا سليم واجبنا ابو حسان واجبنا يا عمي ابو رشيد الله يوفقك ابدا الشيء الباب والكفوف تبعوت الخبز ها ابدا الشيء على راسي على راسي ابو حسان تكرم عينك يلا اوام تكرم عينك وحسابه عندي يا اخي ابو رشيد لا دايما يا عمي ابو ظافر دايما مو الناس ما امات ايوه هي ما حبيتها منك عمي بشير ها لا عمي ابو ظافر بدك تحبها بدي اقول لك كلمتين الشيء اللي عملته معي امبارح ما بنسالك يا انك ساعتنا بتطفاية الفرن ويا سيدي بحطه على العين والراس كمان مو مشان شيء لانه نحن هيك ربيانين بالحاره نحترم بعض ونساعد بعض بعمرنا ما حكينا بالمقامات ويا سيدي ساعه اللي انا بيجي بدق عليك الباب وبقول لك اعطيني مصاري لا تستقبلني قلعني لا لا يا بشير لا هيك بينحكى الله يسامحك ماشي نقعد ومنحكي لا عمي ابو ظافر ما بدي قعده الشيء اللي بدي اقول لك اياه انه نحن هون بالحاره ما عندنا مقامات وبس شو علي مرحبا عمي ابو ظافر اهلين اهلين ابو سليم شريف شريف لا لا معلش انا مو جاي عود جاي احكي معك كلمتين او شيء لك احكيهم على قاعد عود عمي ابو ظافر شو هالحكي اللي حكيه مع بشير عن المقامات والقدر؟ ايه مزبوط انا حكيته هيك لما طلب بنتي ايوه طلب بنتك بتقوم بتقول له انه مانك من مقامنا؟ شو بنا ابو سليم؟ لا تغلط بشير اكيد مو من مقامي على راسي عمي بس نحن عنا بالحاره ما بنحكي بهيك سيره بنوب ابو سليم انا ما جبت سيره حدا من اهل الحاره الا بشير ايه بس بشير من الحاره وانا وهو عدايل ولا قال لي بالاخر شو بدك؟ عمي انا ماني جاي اضيع لك وقتك. هنن كلمتين ويا ريت تفهم علي. اللي حكى مع بشير هذا الحكي رح يجي يوم من الايام ويعير بنتي انه ابوه بياع الفول بالحاره. فهمتني عمي؟ فيا ريت تجبر بخاطري وتبعت ابنك ظافر ياخذ اغراضه ويرمي على بنتي اليمين. نحن ما لنا قد المقام. بخاطرك. بتضبي غراب بيت ابو ظافر حتى الذهبات بس يبعثوا حدا ياخذهم بتستيهم بخلقتهم لك خير قلي شو صاير ولك انت شو بدك شو صاير بتساوي اللي عامل لك عليه وبس مشان الله والله وقعت لي قلبي كرمال الله قلي شو في ولك يا بنت الحلال افهمي علي بتعملي اللي عامل لك عليه وانت مساكه فهمتي ولا ما فهمتي لا تزعلي يا ابي هدول الناس مو شايفين غير مناخيرهم وعاملين اللي فيها مقامات وما مقامات مشان الله قلي مشان اذا نسوان الحاره سالوني ليش فكست الخطبه اعرف شو قلن سمعتي شو عم بقول لك يا بي عالم مو شايفه الا مناخيرها وانت مربايه على الغالي برضاي عليكي ساعدي امك بترتيب الاغراض شو عم تعملي ولك بهية؟ أنا مو قايلة ما حدا بيقرب على الطبخ بهالبيت غيري وليش شو فيها إذا طبخت مرت عمي؟ جديدة هالسمعة هي؟ أنا بعرف آكل من إيد مين من كان أصبح عملي أكل لحالك من يوم وراي ولك عم ترد جوابي وشي؟ بحب ذكرك إني أنا مرت ابنك ومن حقي إني فوت على المطبخ وأطبخ والبامية بالموزات اللي عم بعملها عمي هو طلبها مني إني ساويها وإذا بدك ما بعملها وقت يجي عمي بقول له كل الحكي اللي قلتي لي إياه شو قلتي مرت عمي؟ بالله خوفتيني روحي للعي من هون فوتي على غرفتك أنا رح أطبخها ولما يجي عمي رح أقول له مو بهي خانم اللي طبختها يلا بتضلي مرت عمي وأكبر مني وما فيني جاوبك وكسارة راسك كمان روحي من هون الله يعطيك العافية
أهلام يا غصان. يا عمي بدك يعني ساعد الشباب؟ لا أبي لا الله يعطيك ألف عافية دي ما تقصير. بس أنا بدي أفهم أنت وين رحت؟ وين غبت وغطيتي؟ راجع لابس وشك المقلوب ليش؟ رحت لعند أبو ظافر وانهيت القصة بيني وبينه. أنا ما بدي أعطيهم البنت. لا أبي ما بيصير. أنت عم تفكر بالبنات؟ مصلحة البنات؟ قاعد بتكسر بخاطرها؟ لا عمي ما بكسر الخاطرة. أنا عملت هذا الشيء لمصلحتي هدي. أبو ظافر كان عم يعير بشير بالقدر والقيمة والمقامات. بكره حيالله قصة بتصير بين ظافر وبنتي رح يعيرها فيني. هيك أحسن عمي. أحسن إلي ولبنتي. الله يغلبني يا سعيد. أنت المضبوط وأنت الصح ولا الغلطان ولا المخطي. الله يبعث لها الأحسن والله أنت المضبوط. الله يقويك. خير يا عبي؟ روح على بيت سعيد وجيب أغراضك. ليش يا عبي شو صاير؟ هيك رجع بكلامه وبطل يعطيك. هيك؟ هيك قال هو مو من مقامنا. شلون يعني؟ شبنا مبينة يعني هو مو من توبنا. هلا سعيد الفوار مو من توبنا؟ قصده انه قال منا هو. معلوم لازم يبوس ايده بالشوقفة انه يعطينا الناس بو وناخد من عنده لسعيد الفوار. صافر هلا لا بده يبوس ايده ولا بده يبوس رجله. روح ارمي اليمين وجيب اغراضها. لا تاخد على خاطرك يا بي. انا اساسا ما بدي اياها لهي الجوازة. لا تاخد على خاطرك. تربل من خلتي. امرك يا بي امرك. لك عود زيك يا بي وشك على الحمام ورجع السريع مشان تودي اغراض ابو بسام. يلا يلا الله يرضى عليك. ايوه ايوه هات اعطيني الاغراض لشوف. لك شو انت ابوك ما علمك تقول السلام عليكم؟ اوعى اوعى تغلط احسن ما لبسك حلة الفول. ها انت بدك تلبسني حلة الفول؟ والله اللي بشوفك ما بشوف الا دور هاي. شو بدك؟ لك انت اللي بدك اسمع انت وياه. شو هاد؟ شوفوا عمي ابو عصام شوفوا. لا انا ضربك انت وياه. لك مو شايفين حالة هاي مهادة؟ هلا وقته هالحكي. قول له لإله خلصنا ما خلصنا زفير. الله يرضى عليكم. اللي بيناتكم تنهوه هلا وهلا على الحارق. فهمتوا؟ امرك عمي. أبي عصام مور يا أبي تروح مع صورك ومع ظافير وهلا هن اثنين حيكونوا محضر خير. محضر شو ايه؟ شلون يعني عمي؟ محضر خير. بدنا ننهي أبي بأرضا. خلصنا شو لك عنا من عنا هي قبل هي. خلصنا مشي أبي اتكل على الله. شريف. شريف شريف خليك محضر خير ظافير. ها عازه وعوازه. هلا أبو سليم ليش منين بيصح له عريس مثل ظافر لبنته؟ خلصنا فاطمة. الجواز اسمه ونصيب. هالسيرة سكري عليها ولا بقيتي تفتحيها نهائيا. ليش لحتى ما افتحها؟ لك لازم يبوسوا ايدهم والشوقفة انه قبلنا. هلا شو بدي اقول انا لاهل الحارة؟ لا تقولي لهم شيء. قولي لهم ما في نصيب وخلاص. المقامات ان شاء الله بينقطع لسانه. ما كان ناقصنا الا واحد مثله بهالحارة. ابن عمي لا تزعل مني. بدي ادعي علي. خلصنا بقى سعاد الله. خلصنا ايه؟ حاضر. قول لا مرني عمي. بدي اياك تروح انت وبشير على حارة ابو النار مشان تجيبوا طحينات. بدي اياك تعاونوا منيح. في امرك عمي في امرك. هلا ظافر املي يا مبارك بقى قيمه كبه بقى ولا بعد تعتب علي ابي. ما بيستاهل. فهمت علي؟ في امرك عمي في امرك. هي الله يرضى عليك. عمي انت ليش قلت انه الحريقه من الكوران؟ لانه الكوران الكوران. فهمت علي؟ من القرآن يعني مو من حارتي أول. لكن مين؟ حنعرف عمي حنعرف حنعرف حنعرف. خد عمي حنعرف إن شاء الله عمي إن شاء الله إن شاء الله. قصة الزفة تبعه إن كانت هلأ ولا بعد ما تخلص قصة معتز شو حيأثر علينا؟ رح تأثر علينا أبو الحسن. شلون ما رح تأثر علينا؟ وشو رح تأثر؟ شو بدك تحكي؟ ما تواخذني عمي أبو ظافر. ما تواخذني أبو تاسيم عمي صوتي. شو بدك تحكي عن الحارات لك أبو الحسن؟ مو لقيني اول قصة المخلوقة اللي عنده بالبيت ويزفها لابنه وبعدين يزفها لبنته؟ صح عم بحكي عمي ابو قاسم ولا لا؟ كلامك مزبوط يا خاطر، بس خلاص ما عاد يطلع بايدنا شيء، بعد شوية زفت الزلمة، وأنا ما بدي روح. لا يا ابو قاسم ما حبيتها منك منوب هي. سمعوا بضل ابننا، واجبنا نشاركه بفرحته. أنا إن شاء الله بس تخلص قصة معتز اللي حكي مع أبو عصام. مدري شو صاير له يا جماعة. لا عاد أملنا قيمة ولا عاد شلنا اعتبار.
هي شوس بنته قبل ما تخلص قصة معتز وبدون ما يشاورنا. ما ادري شو صاير له، ما بعرف ليش هيك عم يعمل. يلا سيدي خلينا نقوم مشان زفت سمعه، ما حلو نتأخر عليه. يلا يا جماعة. شرفونا. يلا يا رب.